يعطيكم العافية أحبائي على قناتنا، أهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله رح نعمل معكم كيكة سادة هشة خفيفة، بتنفع لفطور صباحي للأطفال جنب الحليب أو جنب الشاي في الصباح. هاي الكيكة سهلة، مقاديرها متواجدة في كل بيت وصحية، يا ريت كلياتنا نجربها. وتعالوا معي نبدأ بطريقة عمل الكيكة. اهلا وسهلا فيكم، يلا راح نبلش الان بالوصفه. عندنا حبتين بيض درجه حراره الغرفه، بنضيف عليهم معلقه فانيلا، راح نشغل عليهم الخلاط. وهيك صار واضح عندنا لون الخليط ابيض بعد ما تركته مده. هلا راح نضيف كوب السكر ونرجع نخفق. وبعد ما ذاب السكر رح نضيف نصف كوب من الزيت، نرجع نخلطهم. هلا رح اضيف اللبن، طبعا عندي 3/4 الكوب لبن، حليب، نخلطهم. وهلا رح نضيف بنفس الكوب كوب الطحين، ضفنا الطحين مع كيس من البيكنج باودر. هذا طبعا قوام الخليط اللي عندنا، رح نضيف عليه نصف كوب الطحين المتبقي. طبعا رح نخلطه يدويا لانه طبعا بتعرف الخلاط ما رح يمشي. وهيك طبعا صار الخليط جاهز، شوفوا ما احلاه وما انعمه، دابت كل حبات الطحين. هلا رح نحضر الصينيه. احنا عندنا هون صينيه مقاس 28، هلا حطينا فيها زيت، ملعقة زيت ورشة من الطحين، رح ندهنهم مع بعض حتى تعمل طبقة تحمي الكيكة أثناء الحديث. إذا ما عندك ورقة زبدة ممكن تعملي هاي الطبقة، طبعا هاي سهلة جدا. ما أحلى هالقوام الكيك، إن شاء الله رح يطلع كيك سفنجي هاش تعملوه كل يوم. وهي الكيكة جاهزة بعد ما قطعناها واستنينا عليها شوي لبردت، زيناها بالفستق الحلبي، قطعناها وطلعنا منها قطعة، يا ريت نشوف انه كانت من القطعة من وجهها ومن تحتها نفس اللون. طلعوا ما شاء الله ما احلاها، كيكة سادة مفيدة للاطفال في الصباح. بتمنى انكم تجربوها وتعملوها، تبعتوا لي بالكومنت شو رايكم كان في هاي الكيكة. ما تنسوا تعملوا لايك للقناة، واهلا وسهلا فيكم.